ومن لي سواك يقوي دربي يسدد خلف الرسول مساري. المعنى الإجمالي لهذا الحديث يذكر أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، وصادف أن أبا هريرة كان على جنابه فاستحيا وكره أن يجلس معه عليه الصلاة والسلام وهو جنب، فانسل متخفيا ورجع إلى بيته فاغتسل، ثم عاد إلى حيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قد افتقده بعد أن رآه، خاصة وأنه انسل بغير استئذان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فاستغرب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسبح الله تعجبا، وأخبر بأن المؤمن لا ينجس. الجنب بضم الجيم والنون هو المتلبس بالجنابة، إما من جماع أو إنزال مني. كأن أبا هريرة رضي الله عنه لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته رأى عدم جواز مجالسته إلا على طهارة من الجنابة، وأنه اعتقد نجاسة الجنب، خاصة وأنه في مجالسته لا بد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أو حديثا أو أن يصافحه أو يلامسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من كون أبي هريرة قد اعتقد نجاسة نفسه بهذه الجنابة. لفظ إن المسلم ورد في صحيح البخاري، ولفظ إن المؤمن ورد عندهما، أي عند البخاري ومسلم. وقوله لا ينجس بضم الجيم وبفتحها كذلك، لا ينجس ولا ينجس لغتان مشهورتان. والنجاسة هي الأمر المستقذر شرعا، النجاسة هي الأمر المستقذر شرعا وليست المستقذرة عرفا. فهناك أمور في العرف مستقذرة كالبساق أو المخاط، لكن لا نقول عنها نجسة، فالنجاسة هي التي حكم الشرع بأنها قذرة. نعم، فالنجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بنص. هذا الحديث إخوتنا أصل عظيم في طهارة المسلم، أما المسلم الحي فهو طاهر بالإجماع كما نقله العديد من الأئمة، وأما المسلم الميت ففي طهارته خلاف بين العلماء، والأصح أنه طاهر أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فهذا عام أي مسلم، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فهنا قيد وبين أن الحديث يشمل المسلم في حياته وفي مماته. ذكر البخاري أثر ابن عباس في صحيحه معلقا بغير إسناد، ووصله سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، كلاهما موقوفا من قول ابن عباس طبعا بإسناد صحيح. فالأصح طهارة المسلم ميتا كما هو حاله حيا لما تقدم، ولعدم ورود حديث صحيح صريح في نجاسته ميتا، والله أعلم. ويتبع هذا طهارة عرق المسلم ولعابه، فهما طاهران ولو كان محدثا أو جنبا، وهذا بإجماع المسلمين. والكافر، والكافر كذلك فحكمه في الطهارة والنجاسة نفس حكم المسلم على مذهب الجماهير من السلف والخلف. ويستدل لذلك بأن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما ذكره الحافظ ابن حجر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد به نجاسة الاعتقاد،
والاستقذار، وليس المراد نجاسة أعضاء بدنهم، فليس المراد بأن تكون أعضاؤهم نجسة كنجاسة البول والغائط، وإنما هي نجاسة الاعتقاد، فهي نجاسة معنوية. أو قد يكون المراد به أنهم لا ينفكون عن النجاسة من حيث إنهم لا يتحرزون منها، فالمشركون على هذا القول نجس بمعنى أنهم متنجسون بإصابة النجاسة لهم. قال الحافظ ابن حجر: بأن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. قال: بأن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. انتهى كلامه. فالذي نخلص إليه أن قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم أو المؤمن لا ينجس، يفيد بأن المسلم أو المؤمن موصوف بأنه طاهر طهارة معنوية، لأن الإسلام طهره من الشرك، وهذا ليس معناه بأن بدنه لا تصيبه النجاسة أو لا تحل به، لا، بل قد يكون بدنه متنجسا إذا أصابته النجاسة. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا، وشاد من نوره في القلب إيمانا، وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله، فحباه الله رضوانا.